بسم الله الرحمن الرحيم. عيد سعيد لجميع النساء في العالم القروي، في العالم الحضري، في جميع أنحاء العالم. بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصر الله الذي ساهم في ترسيخ لبنة هذا اللواء الذي يعنى بالوضعية الصعبة للنساء، أول ما يمكن شرحه لجميع النساء والمستفيدات أن هذا اللواء هو مؤقت، يعني أن السيدة التي يمكن أن تمكث فيه محدد وفق مدة زمنية محددة. وبالنسبة للمعايير أو الشروط التي يجب أن تتوفر في السيدة التي تطلب الإيواء، أولا قد يكون قد مورس عليها نوع من العنف، إما عنف مادي أو عنف أسري أو اقتصادي أو جسدي. وبالنسبة ويجب أن لا تتوفر أن يكون لديها مأوى. وبالنسبة لأهداف الإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة والذي تشرف عليه جمعية أمل التربية والتنمية والبيئة، نقدم لهم أول شيء هو الاستماع واحتضانهم وإيوائهم وتقديم كل الدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني والمصاحبة والمواكبة. وبهذا نشكر مندوبية التعاون الوطني التي تشرف على هذا الإيواء، ونشكر هذه الالتفات الطيبة للصحفيين ولجميع السلطات التي تساهم في تقديم الدعم للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة 8 مارس اللي كيصادف اليوم العالمي للمرأة، كنبعث وردة حمراء لكل نساء العالم وللمرأة القروية خاصة، وأحييها بالمناسبة. وبصفتي رئيسة جمعية الأمل للتنمية والتربية والبيئة التي تسهر على تسيير هذا الإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة، كنشكر بالمناسبة كل المسؤولين المحليين، مندوبية التعاون الوطني، السلطات المحلية، كل واحد كيساعدنا في تسيير هذا الإيواء. والحالات التي نستضيفها في هذا الإيواء، حالات نساء معنفات وأمهات عازبات. وبهذه المناسبة اللي كتصادف 8 مارس استطعنا أن نجمع شمل عائلة، أم عازبة وبنتها وزوجها، ونحن جد سعداء كجمعية وكأطر عاملة في هذا الإيواء. ونشكر كل الإدارات اللي ساعدتنا، منها مندوبية الصحة، النيابة العامة، والصحافة المحلية، وشكرا وكل عام وأنتم